السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هنا الموسم عندنا متأخر نوعا ما، لأن الرطب من زمان وصل السوق، الناس كلت وشبعت، وشي من النخل بعده باقي. فالسؤال، أول معلومة، هذا الأحمر نسميه بسر، ذا الصبغ يعني يستوى أحمر، انتهينا من اللون الأخضر نسميه بسر، وهذا بدأ الرطب عن توه بدأت هاي الرطبة، والثانية توه بدأ الرطب عندنا، يعني توه بدأت حبات هاي أول مرة افتحها وأشوف حبتين فيها رطب، هذا البسر. طبعا الرطب معروف، هذه اللي راويتكم الرطب، وهذا الخلال. الفرق بين الخلال والبسر ان الخلال قبل مرحلة البسر اللي هو اخضر، اما البسر وهذا الاحمر او يكون اصفر او يكون اصفر. وهذه النخلة صفرة طبعا، يعني بعد ما تصبغ بتكون صفرة. اما هذا الالوان، هذا الحشف اللي هو هذا متيمع هنا، هذا الحشف حق كل الحيوانات، انتم بكرامة. الحين عندنا هذه النخلة توها بدأت تصبغ، يعني هذا اهل النخيل يسمونه الصبغ، يعني بداية الصبغ. هذا الحين بدايته قامت تصبغ، تحول من لون الاخضر الى اللون الاحمر، طبعا هاي حمراء توه، يعني في ذيل الثمرة يشوفون يعني بداية الاحمرار، بداية الاحمرار هنا مرحلة الصبغ توه تصبغ، يعني سواء صفرة أو حمراء. طبعا هاي نفس الشيء، هذه لونها أحمر. بس كمعلومة وشكراً.